سكريهم منيح احسن ما يشرشروا بالسياره. سكرتهم منيح، لا تخافي. وانت حطهم منيح بالسياره بلا ما ينكبوا على الطريق. سليمان بس المهلبيه كثير سخنه. لا تخافي، لبين ما توصل بتكون بردت. تعال خدهم بس انتبه منيح بلا ما ينكبوا بالسياره. لا تاكلوا هم. طيب خليني اروح معهم. قلت لك ما في داعي تروحي هلا، احسن ما يصير عجقه بالمشفى يا بنتي. خلص المسا بتروحي معنا، ليش العجله؟ بنتي خدي الفطاير وطلعيهم لفوق. ماشي. الاكل جاهز؟ سعيد عم يحطهم بالسياره، واعطيته الاواعي كمان. كثير منيح، بدكم شيء؟ مع السلامه، سلمي لي عليه. قولي له ياكل منيح. ها بدي روح ولاقيه مخلص كل الاكل. ماشي، بخاطركم. شوفي شو مشيكه حالها. ألو، أهلين. ما بقدر أحكي هلأ، بعدين بحكي معك. ماشي، أكيد رح أتصل. وليش ما بتقدر تحكي هلأ؟ ما حبيت تحكي قدامي ولا لتكون هي رفيقتك؟ أنا ما عندي رفيقة، يعني حتى لو في ما رح خبي عليكي. ليش لحتى أكذب؟ عفواً، الغرفة 301 إذا بتريدي. آخر شيء على اليسار. شكراً إليك. لازم يكون الكوريدور الثاني، هات هدول عنك وأنت استناني برا. أنا رح فوت معك، بدي أقول له الحمد لله على السلامة، ومنه بتعرف عليه. نتيجة الفحوصات كتير منيحة، بس يلي بدنا إياه منك إنك تقوي جسمك وتهتم بصحتك أكثر من هيك، وتدير بالك على حالك. لأنه أي إهمال رح يخليك تتعرض لصدمة أقوى من هي، وما رح تكون محظوظ مثل هالمرة. شو اتفقنا يا بشير؟ بدك تدير بالك على حالك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أهلين. مرحبا كاتيا. مرحبا، الحمد لله على سلامتك. شكرا. كثير انشغل بالي عليك، بس الحمد لله شايفتك منيح كثير. سعيد هذا يلي اجى بدالك. مرحبا، معافى ان شاء الله. الله يعافيك. كثير اشتقت لك يا بشير، البيت بدونك ما بيسوى شيء. جميل واهل المسا رح يجوا، انا ما تحملت، اخذت اجازه من فيروز خانم واجيت. كلك ذوق. جبت لك اكلاتك كمان. لساتك حاملهم بايدك؟ انا رح اعطي هدول الممرضات وجاي فورا، وبعدين بتحكي لي شو صار معك بالتفصيل. هي الشنطه فيها الثياب النظيفه. تمام. ما رح اتاخر. الكل بيحبك وكتير زعلانين مشانك، انت رجال محظوظ. ايه كتير. ايه امتى رح يخرجوك؟ ما بعرف لسه، مو مبين. لازم اعرف مشان ادور على شغل تاني. خليك مرتاح، بس اطلع من المشفى ما رح ارجع على الشغل. ليش؟ بدون ليش، مالي حابب ارجع. الكل مبسوط منك وكتير عم يهتموا فيك، ليش ما بدك ترجع؟ انت مالك مبسوط منهم؟ طالما كل شيء منيح معناها في سبب لعدم رجعتك. لا
هي موضوع الأكل خلصنا منه، رح رتب لك ثيابك كمان. سعيد أنت استناني بالسيارة. ماشي، تشرفت بمعرفتك والحمد لله على سلامتك مرة تانية. شكراً لك. كلياتهم بيسلموا عليك. الله يسلمهم. عن جد كتير استفقدنا لك، وكل ما يصير شغلة حلوة كنا نقول يا ريتو كان معنا. مثلاً امبارح كانت حفلة مهند بيك ونهال خانم بالبيت، هيك عائلية بين بعضنا، ما اجى حدا تاني، كلياتنا كنا معزومين، ذكرناك كتير. لو شفتها لنهال خانم قديش كانت مبسوطة، حسيتها رح تطير من الفرح. وأنا كتير فرحت، الله يهنيهم.